إني محدثكم عن شخص دعاني لأعقد النكاح لابنته، فلما انتهت الخطبة وهي أن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، قلت لولي المرأة زوج، فقال زوجتك بنتي فلانة على مهر قدره ريال. سمعت الكلام ولا لا؟ سمعتم؟ قدره ريال. فقلت له هذا غلط، المهر ليس الريال اللي بيدك الآن، المهر ما أرسلت إليهم من الذهب وغير ذلك، فأقسم لي أنه لم يأخذ إلا هذا الريال. وقال أنا لم أزوج بنتي الدراهم، وإنما زوجتها الرجل، ولولا أن هبتها لهذا محرمة لوهبتها بدون شيء. مثل هذا الرجل يشجع، ولا أظن أننا نعدم مثله.